شكرا اولا على الدعم، شكرا للطلبه، شكرا للاساتذه، شكرا للجنه المنظمه، شكرا اللي فكر بانه نكون من بين اعضاء المكرمين في هذا الملتقى الدولي اللي كتحتضنه المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه بدعم من مجموعه من المؤسسات، وخصوصا المؤسسه ديال المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث. شخصيا كنعتبر بان هذا التكريم هو تكليف، لان رسالتي كاستاذ، رسالتي كمربي، رسالتي كمكون كدفعني انني يعني تخليني انني نضافر من الجهود. كنتمنى من الله عز وجل انه يعني يعطينا القوه والثبات باش نأديو هذه الرسالة، اللي هي رسالة نبيلة. الغاية منها هي أننا كما الناس اللي كانوا اللي كونونا، الناس اللي علمونا، الناس اللي عاونونا، حتى احنا تكون عندنا يد بيضاء، نقول يد بيضاء في تكوين جيل اللي هو حتى هو ياخد بهذا المشعل. وكان توسم خير، يعني كان توسم خير في الطلبة ديالي، لأنهم بالفعل من العينات اللي هي يعني كتستحق كل الرعاية والعناية.